هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم، هل عليكم السلام. للجمعة راتبة؟ وهل تسقط عن المسافر إذا صلى الجمعة مع الجماعة؟ نعم، الجمعة لها راتبة بعدها، بعد صلاة الجمعة، أما قبلها فليس لها راتبة، لكن يصلي قبلها ما تيسر، لا على أنه راتبة للجمعة، ولكن على أنه نفل مطلق. وأما بعد الصلاة الجمعة يصلي الراتبة، أقلها ركعتان وأكثرها 4 ركعات بسلامين، أو 6 ركعات بثلاث تسليمات، هذه راتبة الجمعة. والمسافر إذا صلاها مع الإمام وصلاها مع المسلمين ليس عليه راتبة، لأنه مسافر، المسافر ليس عليه رواتب.